بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه وقد اعرب جلاله الملك المفدى ايده الله في البرقيه عن خالص تهاني بمناسبه فوز فخامته في الانتخابات الرئاسيه للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه متمنيا جلالته لفخامته كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته بالعلاقات الوطيده التي تربط البلدين الشقيقين.